ورحمة الله وبركاته، حياكم ربي وأسعدني وإياكم سعادة لا نشقى بعدها أبدا. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافيني وإياكم، أن يجيرني وإياكم منه. ما هو؟ إنه أول ذنب عصي به المولى عز وجل، الحسد. وما أدراكم الحسد؟ ذلك المرض الخطير الذي يحرق القلوب ويفتت الأكباد. تمني زوال النعمة عن الغير، تمني ألا تزيد، تمني أن تنقص، تمني أن تذهب ولو لم تأتك. كل هذا من أنواع ودرجات الحسد المذموم. يا مبارك يا مسددة، هل تعلمون على أن الحسد مذموم وذنب عظيم؟ إلا أن له محاسن. من محاسنه أنه يفضح صاحبه من خلجات وجهه وفلتات لسانه. أيضا من محاسن الحسد أنه يريحك من عدوك، يريحك من حاسدك. الحسد أول ما يبدأ بضرره بحاسده، بذلك القلب يحرق ذلك القلب، فترى صاحبه قد يصاب بالأمراض، بالضغط، بالسكري، بالقلق، لأنه يحترق قلبه حسدا على النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على الناس، فيقتل صاحبه قبل أن يقتل الناس. قال الشاعر: ألا ترى الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أيضا من محاسن الحسد أن في دلالة على تميزك، على تفوقك، على نبوغك، على أنك في القمة. لو لم تكن أفضل منهم وحسنت ما لم يحوزوه وبلغت مكانة ما بلغوها ما حسدك الحاسدون ولا انتقدك الناقدون، لكن لأنك أفضل وأعلى وأجمل وأكمل حسدوك وتمنوا مكانتك وتمنوا ما عندك وتمنوا ما أنعم به المولى عز وجل به عليك. فقل الحمد لله واحرص على أن تكون في حصن حصين من أذاهم. في السنابات قادمة أتكلم عن هذا. استودعكم الله.